حياته مسرحية من نوع غريب، مليانة انقلابات درامية بين الوحدة والشهرة، بين الانضباط والدلع، بين التحفظ والتحرر. شريف مدكور على المسرح. بتحب المسرح؟ جدا جدا جدا. عمرك تخيلت حياتك مسرحية؟ لا، ما تخيلتش حياتي مسرحية، بس أنا بحب المسرح قوي ومبسوط قوي بالبرنامج ده انتوا عاملينه على المسرح وباسمه وبيكي طبعا. شهادتي مجروحة فيكي انت عارفة. بس لا، ما حسيتش ان حياتي مش عارف، ما فكرتش. لو تخيلت حياتك مسرحية ممكن تبقى اسمها ايه؟ شارع شريف. ياه، برضو ببيوته، بحلوه، مره. الشارع دايما بتلاقي فيه كل حاجه، بتلاقي فيه فئات مختلفه من البشر، بتلاقي فيه ستات ورجاله والكبار السن والاطفال، بتلاقي فيه المدرسه، بتلاقي فيه الفرن، الجامع، الكنيسه، بتلاقي فيه كل حاجه. فاسميها شارع شريف. شارع شريف، ايه احلى فصل ممكن تحبه فيها؟ الفصل الاقرب لقلبك، الاسعد في حياتك. لا، كل الفصول وكل الاوقات بحبها. انا من النوع اللي بحب كل يوم بيومه. مفيش حاجه اسمها الايام دي كانت حلوه والايام دي كانت وحشه. كل لحظه انا بحب اعيشها. بس في ايام سعيده وفي ايام تقيله، في ايام صعبه، في ايام حلوه وفي ايام مره. لا بصي، انا هقول لك حاجه بمنتهى الامانه، انا بحس ان كل ايام ربنا حلوه وربنا انعم عليا بان انا احس بده. حتى الايام اللي فيها تعب، فيها مرض، فيها شقه، فيها مر بالنسبه للناس، هي بالنسبه لي انا ما بتبقاش مر، هي بتبقى حاجه هتعلم منها. مطب لو وقعت فيه هقوم منه، حاجه لو كسرت فيا حاجه هصلحها وهبقى اقوى. فما عنديش الموضوع ده، بشوف كل حاجه. أنا ده شخص متفائل إلى حد ما، وبحب كل حاجة تبقى إيجابية، فالمر ده ببعده. بتتجنبه. كنت طفل هادي، كانت دي طبيعتك ولا كنت بتتجنب نتائج الشقاوة؟ كنت طفل هادي ومؤدب جدا ولبق؟ لأ، كنت بتكسف، كنت خايب قوي في المدرسة، كنت الأخير على الفصل، بس المدرسات كانوا بيحبوني قوي. بس عشت طفولة حلوة قوي قوي، يعني أحسد نفسي عليها بسبب أمي وأبويا. وجدك الفريق طبعًا. محمد فوزي، جدودي كلهم. أنا يعني أنا كنت محظوظ إن أنا عشت في مع شفت جدودي كلهم، اتربيت في خيرهم زي ما بنقول، في حضنهم. وطبعاً الفريق أول محمد فوزي كان لي النصيب الأكبر. يقال إنه كان منضبط جداً وعنده وش قاسي شوية. أنا تخيلت إن ده اللي كان مخليك طفل هادي. لا خالص. لا؟ هو في شغله كان قوي جداً وصارم، عسكري من الدرجة الأولى زي ما بنقول. في بيته كان مش كده، ويمكن معايا أنا بالذات كان الأمر مختلف. وهقولك أعز الولد بقى. ولد، وهقولك حاجات يمكن ما اتقالتش قبل كده، ما حدش يعرفها. هو أنا لما اتولدت جدي كان مسجون. فأول صورة اتصورتها معاه وأول مرة يشوفني هو كان في السجن، وكان شايلني وبيضحك. فبالنسبة لناس كتير أول ما كانوا يقولوا أول مرة نشوف الفريق فوزي بيضحك. وبعدها بفترة صغيرة طلع، أخذ زي عفو يعني، فكان كان بيتفائل بيا، وأنا كنت أول حفيد عنده، كان مسميني رقم واحد. وكنت بقعد معاه وقت كبير قوي، يعني هو توفى وأنا عندي 29 سنة. فجزء كبير من حياتي كنت ببقى قاعد معاه ومستمتع جدا بجدودي. خدت من طباعه إيه؟ مش هقول لك الصرامة، بس هقول لك الدقة، الاهتمام بالتفاصيل، الالتزام، احترام الآخر وثقافة الآخر.
كان دايما بيعلمنا الله يرحمه ما فيش حاجة اسمها فلان ساكن هنا فكويس وفلان ساكن هنا فوحش. ما فيش حاجة اسمها ده راكب عربية نوعها كذا ما فيش ده طبقية ما فيش ده خالص خالص خالص. لدرجة ان هو انا فاكر كنا ساعات بننزل مع بعض نشتري اللحمة والخضار ونروح الفرن العيش وكانت الناس بتستغرب جدا لما تلاقي واحد كان وزير حربية مصر وبنى الجيش المصري بعد هزيمة 67 ونازل واقف بيشتري الحاجات مع أحفاده. فتعلمت منه حاجات البساطة. لما قلت إنه ارتباطاتك غالباً بتبوظ لأن بيكتشفوا إنك سيسايد. ده حقيقي. كنت واخد منه طبع سيسايد ده شوية؟ هو ما كانش سيسايد خالص. أنا طبعي عشرتي هقولك صعبة. مش أي حد يقدر يعيش معايا في مكان واحد مدة طويلة. ده بسبب النظام والانضباط والنظافة المفروضة. أنا بعترف مش قلت لك واخد منه الانضباط؟ الانضباط بس مش قلت لك؟ أنا OCD فعندي وسواس في الموضوع النظافة والنظام والترتيب. هو كان منظم في الشغل بس في البيت كان في ممكن يبقى شويه هرجله بسيطه. انا لا اقبل الهرجله في البيت. يعني ما ينفعش ريموت كنترول مثلا يبقى محطوط عامل كده، لازم يبقى محطوط في مكانه. اوكي. يعني ممكن لو الدنيا ضلمه امشي في البيت ابقى عارف مكان كل حاجه. لان كل حاجه محطوطه في مكانها. فده شخص صعب مش سهل. انا بس ده OCD مش سيسايد. ليه قلت على نفسك لا هي OCD نخليها OCD مش سيسايد. النهارده هغير معاكي مفاهيم كتير قوي كالعاده. دايما بتكتشفي في حاجات غريبه. اكتشف معايا. احد زملائنا يعني قال عنك انه شريف مش هو الشخص اللي بيطلع على الشاشه، هو مش بس الشخص الهادئ البشوش الحنون، لا هو كمان عنده وجه اخر شرس شويه، ممكن لدرجه ان لو حد مثلا ازعج صديقة ماشية معاه ممكن ينزل يضربه. انت شفتي موضوع الضرب قبل كده؟ فاكر انا حضرته انت اللي اكتشفتي. ايوه انا اول واحدة اكتشفت ان شريف مذكور ممكن يمد ايده ويضرب. ده بيحصل بس دلوقتي صعب، بس كان في فترة ما ممكن، دلوقتي بسبب ظروفي الصحية صعب اعمل كده. بس عندك الجانب ده في شخصيتك. مش بيبان لينا خالص. لا خالص. عايز اقول لك حاجه، هو شريفي اللي بيطلع في برنامجه على الشاشه مش هقول مختلف، بس بطلع بوجه طفولي. في شويه براءه. لان برنامجي برنامج ترفيهي للاسره المصريه. يعني حتى جاي لك النهارده انا في البرنامج عامل شعري بالسشوار ومظبط نفسي عشان انت شيك زياده. وبرنامجك شيك زياده. بس انا في برنامجي ما بطلعش كده، انا بطلع ايوه كاجوال على طبيعتك اكتر، وما بسرحش شعري اصلا وكده. يعني لكل مكان ليه وقته وليه ظروفه وليه لبسه زي ما بنقول. وانا في حياتي كمان هادي، مش بقعد ارقص واتنطط. الناس مثلا ما بروح فرح، ما انت بتعمل كده في البرنامج ده اكل العيش بتاعي. بعمل شو انترتينمنت شو. لكن لما هروح مكان ولو رحت ده قناع البرنامج ممكن اقول لك. شريف بحس ان انت زي القطر اللي ماشي على قضيب متجه باقصى سرعه. مش مهم هيوصل فين، بس المهم انه يوصل بنجاح ايا كانت المحطه. يعني حياتك كلها صدف في صدف، بقيت حتى مذيع بالصدفه. فعايزة أسألك أول سؤال، كنت من عيلة ومن أسرة ميسورة الحال، ليه لما ما تحققش حلمك طبعا في فنون جميلة ودخلت تجارة أخدت فلوس العربية فتحت بيها مصنع؟ مش حافظة كل حاجة. إيه التفكير ده؟ تفكير تجاري. لأن أبويا تاجر وكان عندنا محلات. وما زال. فمن وأنا صغير كنت بنزل معاه الشغل. وفترة من الفترات كانوا بيسافروا هو والدتي بره، كانوا بيستوردوا هدوم وحاجات كنت بسافر معاهم. فعندي حتة التجارة في دمي. فلما ما دخلتش فنون جميلة وكان كنت عايز أخش الجامعة الأمريكية. وبعدين فنون جميلة ولا دي نفعت ولا دي نفعت. فلما دخلت التجارة أحبطت شوية. فقلت لا مش عايز أحبط بقى، أنا لازم أعمل حاجة أنا بحبها. فوالدي كان هيجيب لي عربية، فالعربية كانت برقم، فخدت الفلوس دي عملت بيها مشروع لتصنيع
ملابس البنات في الازهر في شقه في الازهر، وفضل شويه فلوس جبت عربيه كانت صغيره قوي ولا فيها تكييف ولا ازاز بالكهرباء ولا الكلام ده، الكلام ده سنه 91 ها. وبعدها بسنه اشتريت عربيه واشتريت شقه بفلوس. انا من وانا عندي 19 سنه والدي ما اداليش جنيه لغايه دلوقتي. وبقيت مذيعه بالصدفه. كنت معد في قناه النيل للاسره والطفل وبقيت مذيع بالصدفه. كانت صدفه حلوه؟ بالصدفه ومن غير واسطه عشان برضو نبقى. كانت صدفه حلوه، وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا هبقى مذيع، وعمري ما كنت اتخيل ان انا هطلع قدام الكاميرا ابقى جريء كده واتكلم بالجراءه دي واعمل بعض التصرفات اللي مش سهل حد يعملها. حبيت اللي بتعمله؟ جدا، انا يعني بموت في شغلي، شغلي دلوقتي هو كل حياتي. وبنزل ببقى مستمتع وانا رايح الشغل، ومستمتع مع كرو البرنامج، ومستمتع مع يعني بالمشاهدين بتوع البرنامج، في حاله استمتاع دايما. اتعرض عليك بطوله فيلم المسطول والقنبله. وقلت انك لو كنت عملته كان ممكن تبقى نجم سينما كبير. وكان نفسي اعمله. الله يرحمه استاذ ممدوح الليسي، مره لقيته بيكلمني قال لي انت فين؟ قلت له انا في العربيه، قال لي طب تعالى لي دلوقتي. المهم رحت له تاني يوم دخلت لقيت استاذ محمد فاضل قاعد، قال لي احنا عايزينك تبقى بطل فيلم اسمه المسطول والقنبله. قصه الاديب العالمي نجيب محفوظ، وكان كاتب السيناريو دكتور مصطفى محرم على ما اعتقد. وقعدت 3 أو 4 شهور مع استاذ محمد فاضل نذاكر، وفيلم كان هيبقى صعب، هو ما اتعملش خالص. ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي، بس هو كان فيلم سياسي. وكان فيه مشاهد صعبه جدا وقاسيه جدا وصعبه جدا، بس ما اتعملش. عايز تنجح في اي اتجاه، المهم تنجح. عايز اوصل، مش مهم المحطه ايه. عايز اوصل وعايز ادوس على اي حاجه. انت قلتي قطر ماشي على طول، عايز ادوس على اي معوقات، مش عايز اي مطبات، انا ماشي في سكتي ماليش دعوه بحد. انت مظبوط جدا انت بتقولي. مين ممكن تقول عليه صاحب فضل على شريف في حياته في مشواره؟ شريف ده غرور؟ شكرا. بالعكس، ده تقدير لذات. انا بحب نفسي جدا، وبحب شريف مدكور جدا، وبحب اخرج واسافر مع شريف مدكور لوحدنا جدا جدا جدا. مين حبايبك؟ مين احب الناس ليك؟ مامتي وبابايا ربنا يخليهم، عيلتي واصحابي. انا اصحابي قريبين مني قوي قوي قوي، احنا شله كده. تخيلت انك هتقولي شريف. شريف طبعا، ما انا قلت لك في الاول شريف اولا. شريف اولا. شريف اولا. مامتي وبابايا، العيله والصحاب مع بعض بيكملوا بعض. وانا هتلاقيني نادرا، ان انا مش هتلاقيني في اماكن عامه كتير، مش هتلاقيني في حفلات ولا في سهرات ولا في اي حاجه. انا عندي بيتي، صحابي بيجي يقعدوا معايا او انا بروح اقعد معاهم، قافل على نفسي شويه، قاعد في البابل بتاعت شريف مدكور. ايه اكبر رابط بينك وبين برنامجك؟ الجمهور. الجمهور، الجمهور اللي كل يوم. بصي، هو في نعمه وفضل من ربنا ان في جمهور قاعد لي كل يوم الساعه 4 يتفرج. مين هم بقى دول؟ اغلبيتهم سيدات فوق ال40 من العمر واطفالهم. وانا بالنسبه لي، انا بيتقال عليا مذيع ستات مصر. في الاول لما طلعوها كانوا بيطلعوها فاكرين انا هزعل، طلعها بطريقه فيها طريقه، وانت فاهمه قصدي. بس ده تاج على راسي ان يتقال عليا كده. امهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقه عمياء. قلت على نفسك ماركه مسجله. ماركه مسجله. ويا رب ابقى قد الثقه دي. والاطفال، خلي بالك ان انا ساعات بطلع في البرنامج اقول للاطفال مثلا ما ينفعش نشرب قهوه، ما ينفعش نشرب شاي، يعني لازم نغسل سناننا كذا كذا بالطريقه الفلانيه. افتح الفيسبوك تاني يوم الاقي الامهات بعتني فيديوهات لاولادهم وهم بيغسلوا سنانهم، بيقولوا عمو شريف مش هنشرب قهوه تاني، عمو شريف مش هنعمل كذا تاني. انا ده بقى اكتر حاجه بتفرحني. لو قلنا من وقت ما اترفضت في الجامعه الامريكيه وفنون جميله لحد ما بقيت قاعد قدامي دلوقتي، ايه اللي نقدر نشاور عليه ونقول ده مونولوج التحول في مشوارك في قصتك؟ لما وقفت قدام الكاميرا دي بالنسبه لي حاجه كانت تحول فظيع في حياتي. اول يوم طلعت في حياتي هوا، كانت نقطه تحول في حياتي. كنت خايف،
وساعتها المرحومه استاذه ساميه شرابي هي كانت رئيسه القناه، قالت لي انت مذيع هوا، انت ازاي ما بتطلعش هوا؟ وفي بقى حاجات كتيره حصلت لي في المشوار كلها نقط تحول. على رأسهم مثلا انا ابقى مذيع في القنوات المتخصصه وبرنامجي بيصرف على القطاع. ده شعور حلو قوي. اه بس يخوف. اه طبعا لأنه مرعب. لانه مسؤوليه. طبعا. ولما اروح اي قناه ويتقال لي انت اللي شايل القناه، شعور حلو جدا بس مسؤولية. مسؤولية دي بتوترك ولا بت لا لا بترعبني. لا 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 دي طبعا، لان انت عندك كرو وعندك قناه بيقول لك انت لو مشيت، وده حصل. ببقى في قناه وامشي بيحصل دروب فظيع، ودي حاجه انا بالنسبه لي ما مش عايزه تحصل، لان ده فلوس ناس زي ما بيقولوا، فانا مش عايز حد يخسر بسببي. من البدايات للصراعات مع شريف مدكور. في حياة كل بطل صراعات، صراعات مع الأقدار، مع المحيطين، مع نفسه. ببص لك وحاسة إن أنا لو قلت لك الصراع في حياتك كان فين، هتقولي أنا عمر ما كان عندي صراع. أنت فاهماني زيادة عن اللزوم. مع نفسي لأ، مع الآخرين آه. مع الآخرين طبعًا. مع المجتمع تحديدًا. مع جزء منه. مع جزء من المجتمع. عشان ما نظلمش المجتمع. مع المجتمع عانيت من التنمر لدرجة إن أنت كتبت أحد أسباب إصابتي بالسرطان. اه. التنمر اللي أنا تعرضت له. حقيقي. وقلت إنك كنت ممكن تبقى خارج مع والدك ووالدتك وتخليهم هم يسبقوك على المكان وتحصلهم. عشان ما يسمعوش الشتيمة. عشان ما يسمعوش كلام يضايقهم. أيوه. ووصل الموضوع إنه بقت من أسباب إن أنت مش حابب تخلف. ان ولادك ما يتعرضوش في يوم للتنمر، ان يتقال لهم ابوكوا او كذا. صح، انا قلت كده فعلا وده حقيقي. بصي انا في صراع مع المجتمع، يانا يانتو. الصراع ده اللي هو ايه؟ احنا هنحترم بعض، يعني هنحترم بعض. كل واحد حر في ذاته، حر في نفسه. وانا حاسس ان دي رساله وبنجح فيها. وده يعني كده ان كتير قوي ناس تبقى مش حباني او تنمروا يبعتوا يعتذروا لي او يشوفوني في الشارع يوقفوني. ستات ورجاله على فكره. مش بس اللي بيتنمروا رجاله، في ستات. احنا اسفين، احنا ما كناش فاهمينك صح، احنا قلنا عليك كذا، احنا تصرفنا بحس ان انا انا بعدل. انا بعدل. انتصارات صغيره. بالظبط. عارفه لو نص في المية قدرت احققه ده بالنسبه لي انجاز رهيب. انتصار كمان. طبعا طبعا. ساعات كمان في بعض الصراعات حصلت لي بسبب توجهاتي السياسية والدينية المعلنة. أنا مش من نوعية الناس اللي بتخاف. ومش من نوعية الناس تقول لا 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 أنا كده هفقد جمهور. مش مهم. أفقد كل جمهور بس ما أخسرش نفسي. أوكي. في حاجات دينية بتكلم فيها ما بتعجبش الناس، بتكلم بمنتهى جد خالص. في حاجات سياسيه بتكلم فيها ما بتعجبش الناس واتهاجمت، ويمكن بعض التنمر اللي حصل لي بسبب ان انا بقول يعني ده صح ده غلط. انا من ما بقولش ده صح، انا من وجهه نظري انا مع فلان، انا مع الراي ده، بقولها ما بخافش. يمكن كتير من المشاهير يقولوا لك لا 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 احنا مالناش دعوه. في مدارس بيقولوا انه وانا اقول رايي ليه واخسر جمهور؟ اخسر طبعا. بس ما اخسرش نفسي. انا بالنسبه لي انا مره تانية شريف، انا ما اخسرش، مش عايز اخسر نفسي. انا مش هنافق. انا هقول براحتي. قوتك في وجه التنمر انك تبقى نفسك قوي. وتبقى ثابت جدا في ده. صحيح. بس مثلا عملت حاجه بالنسبه لي غريبه جدا عكس ده. ايه؟ قواعد ظهور المحجبات في برنامجك. ما هذا؟ هقولك بقى ازاي صاحب الفكر ده والتجربة دي، بس ده مش تنمر، اللي تعرض لده يفكر بالشكل ده. هقولك هو كذا حاجة حصلت، وكانت آخر حاجة حصلت كنت في باريس أنا وصحابي مرة من سنة ونص، وقاعدين بنتعشى في مكان، فالجرسون قاعد يتكلم معانا، هو ولد من البرازيل.
والريستوران ده بيجي مصريين كتير فيه. فقال لنا انا عايز اسالكوا سؤال. اتفضل. قال انا لاحظت حاجه ان الستات العرب اللي بيجونا مصريين والعرب اللي بيجونا بنلاقي ان الست المصريه بتبقى لابسه حجاب بس لابسه هدوم مكسمه جدا وحاطه ميك اب كتير قوي وهدوم مش عايزه يعني انت فاهمه قصدي والناس فاهمه قصدي. وبنلاقي من دول اخرى اسلاميه المحجبات بيخشوا لابسين عبايه مش حاطين ميك اب. هو انتوا ايه؟ انت بتشجع العبايه؟ لا ما اصل في العبايات الجديده دي حلوه قوي المودرن دي اللي عليها مش كفتان, كفتان يعني. لا مش كفتان, لا كفتان. العبايه السوداء السوداء خالص دي؟ اه لا. لا 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 اللي عايزه تلبسها هي حره بس انا ماليش دعوه. فانا ساعتها اتصدمت من كلام الولد يعني وكسفت وغيرت على ستات بلدي وغيرت على صوره السيده المسلمه وابتديت اركز. فبقيت الاقي عندي في البرنامج بتيجي عمري ما هنسى واحده ديزاينر جايه ولابسه بنطلون ستريتش ومدخله بادي من جوه ولابسه بوليرو اللي هي الجاكيت القصيره وحاطه رموش ثلاث طبقات وحجاب. انا شايف ده منظر غير لائق انه يظهر. حريتها ولا لا؟ حريتها بره برنامجي مش هطلعها ده على الشاشه عشان حد بره يقعد يقول بصوا ستات مصر شكلهم ايه او بصوا ستات المسلمات. بس مش هي المسؤولة عن شكلها مع... لا بس وهي المسؤولة عن نفسها وعن صورتها أنا برضو... وعن اختياراتها. وأنا مسؤول على شاشة برنامجي أني مش هطلع حاجة أنا شايف أنها هتضر سمعة ديني وسمعة بلدي. مش هعمل كده. سمعة ديني دي أنت كبرت الموضوع. لا 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 طبعا سمعة ديني. ما واحد زي ده يجي يقول لي أنتوا ليه ستات المسلمات في مصر بيلبسوا ستريتش. ما هو برضو هنرجع نقول أن بنفس المبدأ ده ممكن شخص أكثر تشدداً وأكثر تحفظاً منك وتديناً بقى وكده يقول عنك كلام مشابه. يقول إحنا كده فتحنا باب. لا لا بص الوصاية والتقييم. أنا مش وصاية ولا تقييم. أنا بقول لها أنت برا البرنامج اعملي أنت عايزاه بس أنا مش هطلع. أصل أنا بأعاني حبيبة قلبي. أنت شاشة بيتفرج عليك العالم كله. أنا مش عايز حد يقول على بغير على ستات بلدي وعلى ستات ديني. طب انت عارف انا هسكت امتى او كنت سكت امتى؟ لو انت قلت لي صوره برنامجي, براند برنامجي, المنظر العام لبرنامجي, بس ستات مصر بخاف عليهم وديني. ايوه ايوه بخاف. ايوه ايوه طبعا انا بخاف يعني على انت حصرت الاسلام والدين والحجاب كفرد في شخص. لا انا قلت في شخص لابس بشكل. بصي 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 انا ما بقولش الحجاب فرض اصلا بالحجاب. انا ما بقولش الحجاب اصلا فرض ولا مش فرض. ده مش انا مش شيخ وماليش دعوه بده. خلاص ايه على كده انا بوافق ان واحده تطلع في برنامجي لابسه قصير وكات لانها مش رمز لشكل معين من السيدات المسلمات. وانا شخص بغير على ديني وبغير وعايز اقول لك حاجه انا شخص بيغير على ديني وانا شيخ نفسي. ما انت كده عملت شيخ عليهم يعني. لا لا ده كلام شيخ. لا 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 مش كلام شريف المتحرر. انا متحرر بتاع المرأة. بصي انا متحرر جدا بس انا مش عايز حد يتريق عليهم. انا الناس بتتريق عليا فعارف التنمر لو حد شخصيته مش كويسه هيبقى ايه. انا مش عايز حد من دول اخرى او من العالم الغربي يتريق علينا. انا ضد ده. قول ايه انت قومي. هو ممكن يبقى مش ذوقي, ممكن ابقى انا عمري ما هعمله, بس ده مش معناه ان انا احكم على اللي بيعمله او اكون واصي على اللي بيعمله او ارفض ان غيري يعمله. لانه انا مثلا مؤمنه انا بفستاني ده مش من حق حد يجي يقول لي فستانك مفتوح طبعا ولا مقفول. طبعا طبعا انا لا اقبل لا اقبل من مخلوق حاجه زي دي. وبالتالي مستحيل اقول لشخص انت لبسك كذا, لانه انا مؤمنه ان لبسه ده اختيار شخصي بحت بيعبر عنه جدا. وانا معاكي في ده لغايه حته الحجاب. انا عندي مشكله مع منظر حتى يعني انا بعمل فاشن شوز في البرامج عندي وبختار وبقول للديزاينر المودلز هيبقوا لابسين واسع مش ما هو لا يصف ولا يشف فلبسيهم لي فضفاض. تقول لي اوكي بس والناس دلوقتي بقى بتتكلم بلغه الشيخ يا شريف. خلاص بقى شيخ. شيخ انا شيخ شريف انا شيخ نفسي بجد.
يعني انا مع كامل احترامي انت كده شيخ الضيوف. شيخ الضيوف بقى زي ما تقولي. انا مع كامل احترامي لكل شيوخ الدنيا. انا ما بسمعش الشيخ لاي شيخ خالص. ما فيش. انا بس ليه؟ عشان انا بقرا. عشان اول كلمه نزلت على رسول الله عليه الصلاه والسلام اقرا اقرا مهرجان القاهره لما الفنان حسين فهمي كان بيرقصه وعمل دريس كود. ما انا عامل دريس كود برضو. طلعت انتقدت. لا ما انتقدتش. واتضايقت. ايوه. لا بجد؟ والله. قلت ايه؟ طلعت انتقدت وقلت يعني ايه دريس كود وليه دريس كود؟ لا 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 انا في ممثله مش فاكر اسمها كانت لابسه على حاجه عليها صور فنانات او فنانين. انا كنت شايف الفستان حلو فاتضايقت ان هم منعوها من الدخول. بس ده انا فاكر ده تعليقي. وانا عملت طب انا هقول لك حاجه. بس وقتها انت طالبت انه الفنانات يلبسوا زي ما هم عايزين. أيوة وقتها أيوة. بيقولوا ان الفنانات يلبسوا مقفول شويه ويبقى لبسهم لا لا محتشم لا لا. وفساتينهم محتشمه. دفعت عن حريه الفنانات. ما انا مع في ملابسهم. ايوه ما انا مع انا يعني بدافع الفنانات على... او المحجبات. لا يا شريف يا لهوي. ايوه طبعا. لانها اختارت. خلتني نطقت بالبلد. لان هي اختارت ان اللي بتختار تتحجب. يعني هي بتختار انها هي بتختار تتنازل يا شريف. عن جزء من جمالها تقربا الى الله. في نساء بالحجاب اجمل من اي امراه بشعرها. يا حبيبتي ما هي المفروض المحجبه ما تبقاش ملفته. الحجاب بيزيدها جمال وبيخليها ملفته. هي أكثر. هي المفروض ما تبقاش اللي بتتحجب المفروض بقى مش ملفته. مش ملفت. يعني ما ينفعش اروح فرح الاقي واحده لابسه بادي لون الجسم وعليه فستان كتف وكتف. دي احكامك. دي احكام شريف. انا بالنسبه لي ده لا. عمري ما تخيلت ان شريف يبقى عنده احكام على الجزئيه. مش في الاول خالص قلت سي السيد وطلعت او سي دي. انا عرفت اهو السيد ده جاي منين. طب قولي على مهرجان القاهره. دفعت عن ان دول فنانات والفنانات لازم يبقى عندهم حريه يلبسوا اللي هم عايزين. انا مع حريه ان كل الناس تلبس اللي هي عايزاه الا المحجبات. مش الا المحجبات. لا المحجبات تلبس اللي هي عايزاه. بس ما لا يصف ولا يشف. ايه المعضله في اللي انا بقوله؟ يعني انا عايز طب افرض يا شريف محجبه لبست ما يصف وما يشف ونزلت مشيت بيه في الشارع. هي حره. احنا مالنا؟ هي حر. ما انا مالي. انا مش هقول لها انت ازاي عامله كده. بس مش في برنامجي. بس قول لي كده. ايوه. وبعدين انت برنامجك اسمه كدا. شارع. يعني تتحمل فيه كل اللي بيعدي. انا هقول لك حاجه. انا هقول لك حاجه. انا ساعات بيجي لي مثلا ابطال بنستضيفهم اللي هم البادي بيلدرز وكده. فبيجيبوا الصور للبطولات بتاعتهم. انا بعمل كروب للصوره. ما بترضاش تحطه وهو؟ لا طبعا. انا شايف ان ده ما يصحش. يعني برضو وساعات يعني هو ده دي اول مره نقولها ان في ساعات صور وبيزعلوا جدا. يقول لك اصل على عضلات الرجل. اقول له لا ماليش دعوه. ما اقدرش اطلعك بالمنظر ده على الشاشه في برنامج. بس دي مفهومه. دي مفهومه لان انت برنامج موجه للاسره والطفل. ولانه جمهورك سيدات. مش هطلع لهم حاجه كده. ما يصحش ان انا يصحش. سيده قاعده قدام الشاشه بتفرج على برنامج معمول لي مخصوص ابص الاقي عضلات راجل طالعه لي. وما يصحش برضو ان انا ابقى مطلع واحده انا زي ما انت قلت محجبه وضيقه. بتشف وترف. لا انا ما بحبش. يعني بصي الحته دي حساسه قوي. قوي. انا حاساها حساسه عندك. قوي. مستغرباها. لاني عمري ما شفت فيك بغير عليهم. لا انا بغير عليهم. انا ما بهزرش والله سيريسلي. انا بغير عليهم. بس وبالذات انا اتوجعت قوي لما الواد اللي في فرنسا ده قال لي كده. انا كنت قاعد عطاء. تربيتك كانت فيها لا خالص. لا 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 لا. على فكره امي كمان قالت لي انت ما كانش المفروض تقول كده. بس انا مقتنع ان انا بقول كده عشان ابقى غير عليهم وعلى شكلهم ومش عايز حد يتريق عليهم. بحبك الكبير ده للاطفال وارتياحك بالشكل ده للاماكن اللي فيها اطفال. ايه الاسباب الحقيقيه اللي بجد اللي مخليك مش عايز تخلف واخد قرار انك حتى لو في يوم اتجوزت هتتجوز واحده عندها اطفال عشان ما تقولكش عايزه اخلف؟ حافظه كل حاجه مذاكراني بطريقه مرعبه. بصي اولا ما بقدرش اقعد مع اطفال اكتر من نص ساعه. ده اخري. ثانيا كنت هبقى اب صعب. بعترف. بس دول مش مصدقاك. لا ومعاهم حته. لا مش عايز حد يبقى الولد في المدرسه ولا البنت في المدرسه. بصي انت باباكي كذا. انا ما بحبش كده. ما ارضلهمش. خلاص انا الناس اتنمر عليا اتنمروا عليا. اي دونت كير. خلاص خدنا على ده. لكن ما اقبلش على حد من. بس انت يا شريف اقوى من كده وتعاملت مع التنمر بشكل اقوى بكتير. طب ما هو في اقوى من اللي انا بقوله ده. ما تحبش يبقى عندك ابن وحتى لو حد تنمر عليه تزرع فيه القوه أنا دي. انا مش ضامن. وتخليه ينتصر لا لنفسه. لا انا مش ضامن انه هيبقى زيي.
طب انا قوي جدا. اذا كان انا جالي الكانسر وقعدت اضحك فما حد يتنمر عليا هضحك، بس ابني او مراتي لا ما اقدرش، ما مش هقدر. شوفوا قد ايه الكلمه ممكن تضايق او تفرق مع الناس او تغير فكر حد او حياه حد. كانت حج ولا عمره لما طلبت من ربنا يديك علامه انه بيحبك؟ عمره. فمرت فجالك سرطان. شفتها ازاي؟ بصي، كنت في العمره، كنت في حجر سيدنا اسماعيل بصلي، وقلت بصي انا في حجر سيدنا اسماعيل حصل لي موقفين لازم احكيهم لك. العمره اللي قبلها انا دايما بحب اروح اعمل عمره وبكون محظوظ اني بعرف المس الكعبه. الاولانيه خالص كنت في حجر سيدنا اسماعيل بصلي وقلت جمله وانا ساجد، يا رب في ناس ساعات بتختبني وانا عمري ما كلمه تختبني دي بقولها وبيتنمروا يعني ساعات حضرت على لسانك. مش عارف جت ازاي. طلعت less than two steps من بكمل، لقيت واحد جاي مصري راجل كباره كده بس مسكني جامد كده. شريف، قلت له يا فندم ارجوك سامحني. قلت له في ايه؟ قال لي انا اختبت ياما اختبتك ارجوك سامحني، وراح بايسني وماشي. شكرا يا رب. انا بقى وقفت اتسمرت وابتديت ايه، الناس بتطوف وبياخدوني معاهم، انا مش حاسس ان انا ماشي على الارض، وابتديت ابص وعمال اركز. هو ده كان جنبي. شعور قد ايه انت مسموع ده في لحظتها. ده مفيش هزار، ده كان موقف مرعب طبعا. بعدها بسنتين كنت في العمره وفي نفس المكان في حجر سيدنا اسماعيل، دعيت رب اديني اي علامه، يعني انت دي حاجات كتير قوي، اديني علامه بس رضا او ان انا صح. بعدها بشهرين ونص او ثلاث شهور جالي الكانسر، وانا رايح الشغل والدي كلمني قال لي انت فين؟ قلت له في العربيه. قال لي تبارك، انا عايز اقول لك حاجه. قلت له قول. قال لي طلع كانسر عنيف، وهو بيقول لي كده انا سمعت رب اديني اي علامه. ودي كانت السر اللي هي الناس بتقول لك هو ازاي قوي كده، لدرجه ان في ناس شكت. يعني في مذيعه زميله قالت للناس على فكره ده بيمثل، مش ممكن يبقى عنده كانسر وتعرف البرنامج عمال يرقص ويتنطط. ده بجد وانا عارف يا مين، هبقول لك بعدين. عايز اعرف هقول لك. وازاي طالع بيعمل كده، وازاي اجل العمليه وطلع يصور برنامج رمضان ال 30 حلقه، وازاي بياخد الكيماوي وتاني يوم يطلع على الهوا. صبر على الابتلاء بيتحسد وبيتنظر. مش ابتلاء، ده مش ابتلاء. بيظهر للناس ابتلاء. انت كنت عارف انه مش ابتلاء، هديه. انت كنت عارف انه علامه، هديه وعلامه حلوه من ربي. قلت انك اتعلمت يوجا عشان تقدر تخشع اكتر في الصلاه. واتهاجمت. مش فاهم لغايه دلوقتي اللي انا وانا بصلي كنت الاقي نفسي ايه، بسرح، المرتب هينزل، العربيه بايظه، عيب قوي يعني ابقى واقف اصلي ومخي الوسواس بيوسوس. فقعدت ادور وابحث، فقالوا لي جرب تاخد كورسات يوجا. قعدت سنتين ثلاثه كده، ده زمان، اخد كورسات يوجا لغايه لما علمت نفسي ان ذهني يكون صافي. فوانا بصلي ابقى بصلي بخشوع، واحلى حاجه في الدنيا طبعا لأي دين طبعا إن الشخص يصلي ويبقى منه لربه. عملت بوست وقعدت أشرح للناس أنا قبل ما بصلي بصلي إزاي، لأن أنا مش هقول ضد بس ماليش دعوة في، أنا بشوف الناس بتصلي زي تمثال وأنا مش مفروض نطلع صوت أصلا. ثانيا لازم أنا بحب أبقى في هدوء، الموبايل مقفول وبعيد، لابس لبس مريح، بقعد أسبح الأول، بنام على ظهري واخد نفس شهيق وزفير واملا جسمي اكسجين. زي ما وضيت الجسد انا بودي الروح. انا قلت بودي الروح من هنا والدنيا باظت خالص. حاله حضور وصله حقيقيه رهيبه، ويا بخت اللي بيقدر يبقى عنده ده. طبعا طبعا. الدنيا اتقلبت ليه؟ في بعض الشيوخ طلعوا قالوا ايه العبس اللي هو بيقوله ده؟ قلت لهم شكرا. بس ناس كتيرة قوي 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 دخلوا قالوا احنا هنجرب ده وهنبتدي
لأن اليوغا مرتبطة بالشرق الأقصى وبعض الديانات، أنا ماليش دعوة بده. أنا خدت حاجة منهم أستفيد منها عشان أعرف أصلي بخشوع، وغير كده أعرف أستحمل الألم من غير ما أخد أسبرين. اليوغا كده، أنت بتاخدي شهيق وزفير وتعملي بعض الحاجات اللي فيها ميديتيشن، مش عارفة إيه بالعربي ميديتيشن، تأمل تأمل، فأنت ممكن يبقى عندك وجع جسدي تقضي عليه من غير الدواء. ساعدتك اليوغا؟ طبعا ساعدتني في صلاتي، ساعدتني في مرضي، ساعدتني ان انا اعرف ابقى فوكس في حاجه واحده، ساعدتني في الحج وفي العمره ان انا مبقاش مشتت وانا فوكس في اللي انا بعمله. صفاء ذهني. يس. قلت برضو انك ما بتحبش صلاه الجماعه في المسجد. انها بتبقى مزدحمه قوي. ان مفيش مسافه بين كل شخص والتاني، وعلشان الناس بتشغل الموبايلات، وعشان نبقى في الصلاة وتلاقي الموبايل ده رنت المطربة الفلانية، والموبايل ده مش كوكو واوا، احنا في جوه المسجد. المسجد يعني خشوع يعني. وبعدين بستغرب جدا هم في بعض المساجد بيرفضوا ان الاطفال يقفوا قدام. طب ما تسيبهم يقفوا قدام، يعني ايه الاطفال يقفوا ورا؟ هم فرحانين. فعندي مشكلة للأسف. عندك مشكلة كمان في شكل الدفن عندنا. غلط. احنا بندفن غلط، مش بندفن على الشارع. احنا بندفن بالطرق المصرية القديمة، ما بقولش عليها فرعونية، ما فيش حاجة اسمها فرعوني، اسمها مصر القديمة، اللي هو غرفة تحت الأرض وبتحطي فيها الجثة أو الميت. ده مش صح. الصح هو في اللحد بيتعمل متر ونص، بتحطي الميت أو جثة وبتحطي ممكن حجر بطريقه معينه بالورب او خشب في اوقات بيعملوها، وبتملي التربه رمله وخلصنا. بس لما يعني ما بنزل بلاقيهم نايمين كده جنب بعض. حتى ساعات الكفن بيدوب فببقى عارف، فبننزل نغطي. نزلت تراب كتير؟ لا كتير قوي. انت طلبت، قلت ان انت هتطلب إنه بعد عمر طويل ربنا يديك العمر والصحة، عايز تدفن بالشكل الصحيح اللي أنت شايفه صحيح. بس مش متأكد إنهم هيدفنوني كده عشان التربة بتاعتنا. مش كده. مش هيسمعوا الكلام. مش عارف يعني، أتمنى إنهم يعملوا كده. لأن بتبقى بجد متوقع صراع يا شريف لما بتحط حاجات زي دي أو بتكتب حاجات زي دي؟ لا خالص. ما بتبقاش متوقع لا 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 إن أنت هتطلع على المسرح؟ لا 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 لا، أنا أحب المسرح أوي، أنا لسه قايل لك في الأول. ساعات لما بترمي حاجات من دي بتبقى قاصد تطلع على المسرح؟ لا خالص. او تنكش؟ نيفر. تحرك المياه الراكده؟ صدقيني وانت فاهمه شخصيتي. أيوه. عمري انا بقول اللي في قلبي. يعني جالس في برنامجي ببقى ساعات لابس ماسك ساعات، بس في الحياه لا، يعني ماليش كبير غير اللي خلقني. ومره تانية اخسر اللي اخسره مش مهم، بس ما اخسرش شريف. مش مهم، مهم ما تخسرش شريف. من الصراعات للمورال مع شريف مدكور. بكل اللي عشت معاهم، ازاي مش مؤمن بحاجة اسمها قدوة؟ ما بتصدقش في القدوة؟ ومش هصدق عمري، لاني مش عايز ابقى زي حد. يعني كل واحد فينا غير التاني، فما فيش حاجة اسمها قدوة. انا مش مقتنع. ولا تقتدي بحد في شيء؟ لا خالص، لان كل واحد دي شخصيته، ما ينفعش حد يبقى زي التاني. وما ينفعش حد يقلد حد او يقول انا عايز ابقى زي فلان او لا. انا ضد ده في كل حاجه في حياتي. حبيت الوحده ولا اتعلمت تتعايش معاها؟ هو انا مش وحيد خالص. قصدي انك عايش لوحدك، مش متزوج، ما عندكش اطفال. مش حاسس. حبيتها ولا متعايش؟ حبيتها. لا لا حبيتها طبعا. ده السؤال. حبيتها. بتحب تعيش مع شريف؟ أجيب. مرتاح في العيشه مع شريف؟ جدا جدا. هدوء. شريف تحب الناس بعد عمر طويل جدا بإذن الله يقولوا عنك إيه؟ لما يفتكروك يقولوا إيه؟ يوصفوك إزاي؟ ده كان بشوش. أحب يتقال عليا كده. بس البشاشة. أنا أحب أبقى مبتسم في وش الناس،
اللي يحبوني وبيحبوني احب ابقى ماشيه واحب ابقى يعني بتبسط جدا لما بسافر بره وتلاقي ناس ماشيه على الرصيف وما يعرفوش بعض بونجور حلوه لينكش صدقه الابتسامه دي صدقه حقيقي حقيقي عندك امنيه ما اتحققتش وفات اوانها لا خالص ولا امنيه واحده خالص بصي انا عندي امنيه عامه خاصه ببلدنا وانا بغير على بلدنا زياده شويه لدرجه ان انا ممكن ساعتها ابقى عنصري فانا عايز اشوف بلدي احسن حاجه بغير لما اروح في اي مكان او اتفرج على اي حاجه موجوده في اي حته والاقيها مش موجوده عندنا او بغير فاكتر حاجه نفسي اشوف مصر بلدنا في احسن حال دايما بس يا رب يا رب مونولوج النهاية هتقول كلمتين من قلبك وبمنتهى الصدق على المسرح حلوة قوي الجمهور اللي قاعد حلو قوي انهم كلهم قاعدين في الصمت وهدوء عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله والناس كمان اللي قاعدين في البيت دلوقتي يا ريت تسمعوا كلمتين كده من واحد عنده شويه خبره في الحياه من شويه هي سالتني مين قدوتك قلت لها انا ماليش قدوه انا مقتنع بحاجه كل واحد فينا عنده بصمه في صوابعه اللي بنعمل بيها الفيش والتشبيه مفيش واحد زي التاني أنا مقتنع إن زي ما عندنا بصمة في إيدينا عندنا بصمة أقوى منها بكتير في مخنا كل واحد ليه شخصية منفردة مش هينفع حد يبقى زي حد أو شبه حد أو يقلد حد ربنا خلق كل واحد فينا منفرد عن الآخر في شكله في طباعه في إحساسه واللي بشوفه إن إحنا مفروض نحترم ده نحترم بعض نحترم اختلافنا حتى الواحد يحترم الشكل والهيئة اللي ربنا خلقه بيها حتى لو الهيئة أو الشكل اللي ربنا خلقني بيه بعض الناس شايفينه إن هو مش حلو أنا لما هبص في المراية هقول الله شكرا يا رب خلقتني مختلف منفرد ماليش مثيل كل واحد فينا ملوش مثيل ودي حاجة حلوة قوي إن إحنا نحط نفسنا في قالب ونقفل على نفسنا ونبقى قوالب 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 أنا بشوف إن ده حاجة مش ذكاء مننا إن الواحد يقعد يكتشف إمكانياته وقدراته هو ده الشخص الذكي اللي بيقدر يعيش في الحياة وهو مبسوط وراضي والرضا ده بيعمل له سلام داخلي وده أحلى حاجة في الدنيا يا رب دايما كلكم يبقى عندكم سلام داخلي ورضا شكرا ليكم